لو حد سألك هو ليه الشعب المصري بيصدق أكاذيب المجلس العسكري، قولي له لا ما تخافش، المصريين عارفين كويس جدا إن المجلس كذاب دموي طماع وظالم، وإن المشير صورة طبق الأصل من حسني مبارك وأعوانه. لو حد سألك أمال إيه اللي بيخلينا ندافع عن المجلس رغم كل اللي بيعملوا فينا، قوله إن إحنا زي أي بشر، قدرتنا على مواجهة الأحداث والصور المفزعة محدودة، وإن ساعات الإنكار رد فعل طبيعي عشان نحمي نفسنا من الانهيار ولو مؤقتا. لو سألوكي نعمل إيه عشان نفوق نطمن ونساند بعض، قولي لهم إن المجلس العسكري خايف مننا أكتر ما إحنا خايفين منه. قولي لهم إن كل ثورة ضد نظام عسكري ديكتاتوري مرت بكل المراحل دي وأوحش كمان. قولي لهم إن كل ما نقف جنب بعض، كل ما نحس بقوتنا شرعيتنا ونقرب من بر الأمان. إحنا 85 مليون ولنا الحق في عيشة من غير قهر ظلم وأكاذيب. مش هو ده الحلم اللي عشناه يوم 25؟ أنا نازل حققه يوم 25.